السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تتخيلش انا فرحان قد ايه ان انا اخيرا وصلت للسيشن ده. انا بحب جدا الدرسين دول اللي هم lesson 6 and 7 من يونت 1، الدرسين السادس والسابع من الوحدة الاولى، منهج كونكت بلس 5، منهج كونكت بلس لسنة خمسة ابتدائي. النهاردة عندنا حاجات جميلة جدا، ستوريز هنحكيها وجرامر جميل جدا هنقوله على البورد. انا هتكلم على الجرامر قبل ما انتقل للشاشه، وبعد كده هنتقل للشاشه، بعد كده يجي ليسن 7 هيكون عندي برضو جزء جرامر، هنتقل للبورد الاول وبعد كده الشاشه. بص احنا هنفضل رايحين جايين رايحين جايين، فانت بس كبر الصوره حبيب قلبي، عالي الجوده، خليها على 720 كده علشان تشوف كل حاجه واضحه. ما تنساش اللايك الجميله منك، بص على الاشتراك، انت مشترك معانا ولا لا؟ لو مش مشترك يا ريت تشترك، بص على الجرس يا ريت تفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه ليك. الورقه والقلم معاك علشان تكتب ورايا الكلمات والنقاط المهمه. امشي معايا خطوه خطوه، ستيب باي ستيب كده، هتلاقي السيشن جميل جدا والدرس بسيط جدا، بس انت ركز يا بطل، بحبك جدا. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. يا سكر ركز معايا، عندي حاجة اسمها linking words، كلمات ربط بتربط الجمل والكلمات ببعضها، زي and مثلا. and ممكن تربط جملة بجملة أو كلمة بكلمة. طيب and معناها و، كلنا عارفينها، and و، and يعني و. والله ممكن تربط أشياء مختلفة في قائمة، يعني قائمة واحدة وفيها حاجة وحاجة 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 وحاجة، فبقول and. زي مثلا لما أقول fish chicken، السمك والفراخ، and وكمان beans والفول. شفت ربطت حاجات ببعض، السمك والفراخ والفول are healthy food، طعم صحي، are healthy food، okay are healthy food. يبقى انا ربطت بايه يا بطل؟ ربطت باند. تمام، أقول مثلا علي محمد حسن and هشام، يبقى and بربط أشياء مختلفة في قائمة. أوكي، and برضو بتربط بين جملتين، يعني بيجي قبلها جملة وبعدها جملة، تمام؟ قبلها جملة وبعدها جملة، بس ما فيش تعارض ولا تناقض بين الجمل، لأن لو كان في تعارض وتناقض هقولك هستخدم إيه غير and. يبقى بتربط جملتين متشابهتين مش مختلفين مع بعض. زي مثلا لما اقول لك I love، انا بحب، I love playing volleyball، انا بحب العب كرة طايرة، تمام؟ I love playing volleyball and طبعا volleyball المفروض هي كلمة واحدة، ما اعرفش بول مشيت ليه، هي اصلا كمان طلع مش بول كمان. I love playing volleyball، انا بحب العب كرة طايرة، and I love tennis، وبحب التنس. في تعارض بين الاثنين؟ لا طبعا، جملتين متشابهتين، هنا انا بحب رياضه وهنا بحب رياضه، هنا شطور وهنا شطور، تمام. اما لو الجملتين، ركز حبيبي، متناقضتين مش ماشيين مع بعض، هستخدم بات، وبات بيكون علامتها كده ان قبلها كما. برضو بات اللي معناها لكن بقى، بتيجي بين جمله وجمله، بتربط جملتين اهم، لينكينج وورد، كلمات ربط، بتربط جملتين مع بعض، بس الجملتين متناقضتين عكس بعض. ولو لقيت دي مثبتة هتلاقي دي منفية، ولو لقيت دي منفية هتلاقي دي مثبتة، ولو لقيت دي بتدي حاجة دي هتدي حاجة عكسها. but ولكن، زي مثلا لما اقول لك he هو likes، هو بيحب lamb اللي هو اللحم الضاني، he likes lamb، but ولكن الجملة اللي جاية اكيد هتناقض دي، he doesn't like fish، ولكن ما بيحبش السمك. اللي حصل ان اللايك يا سكر جت بين جملتين، الجملة الاولى مثبتة والجملة التانية منفية. لما يكون في جملة مثبتة وجملة منفية، او دي منفية ودي مثبتة، او دي مش ماشية مع بعض، هنا طول وهنا شورت، هنا فات تخين وهنا سن رفيع، قول بات. طالما في تناقض قول بات ولكن، اللي هي بالعربي كده او بالعامية بس، احمد طويل بس علي قصير، يبقى في تناقض قول بات، اوكي. وبات العلامه بتاعتها بيكون قبلها كما.
طيب خلصنا؟ لا لسه كمان في كلمتين. اول حاجه او تالت حاجه بقى سو لذلك برضو بيكون قبلها كما. سو معناها لذلك، بتبين النتيجه، يعني قبلها جمله وبعدها جمله، الجمله دي بتكون النتيجه. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. المثال هيفهمك. حاضر. يعني مثلا لما اقول لك شي هي wants to be healthy، هي تريد ان تكون صحيه. so لذلك. ايه النتيجه بقى؟ هي عايزه تكون صحيه، لذلك ايه النتيجه بتاعت الكلام ده؟ she eats، بتاكل مثلا fruits، فواكه. she wants to be healthy so she eats fruit. تمام؟ لذلك هي بتاكل فاكهه. اوكي؟ مثلا انا got up، انا صحيت late، متاخر. I got up late so لذلك. انا صحيت متاخر، ايه النتيجه يا ترى اللي هتحصل؟ I went to school late، انا رحت المدرسه متاخر. I went to school late، يبقى so بعدها النتيجه، بتيجي بين جملتين وبعدها النتيجه. so معناها لذلك. طيب اخر كلمه هي because، لان. because لانها تيجي بين جملتين، بس because بتبين السبب، هي مش قبلها كما. تمام؟ because بتبين السبب، الجمله اللي بعدها بتبين لي السبب. يعني من الاخر هعكس الجملتين بتوع so، تبقى so تبقى because. يعني اللي قبل so هي اللي بعد because، واللي بعد so هي اللي قبل because. ناخد مثال علشان نفهم. المثال اللي لسه قايله، I went to school late، انا رحت المدرسه متاخر. because لان. ايه السبب؟ هيجي السبب دلوقتي. ايه السبب اللي خلاني اروح متاخر؟ I got up late، انا صحيت متاخر. هما الجملتين اللي قلتهم في سو، بس عكست. كانت الجمله دي هي الاولى والجمله دي هي الثانيه، بس لما قلت because عكست. because بعدها السبب، قبلها النتيجه وبعدها السبب. مثال تاني، المثال اللي جاي لك في الكتاب بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك I went to the library، انا رحت المكتبه. why؟ ليه بقى؟ ايه اللي خلاني اروح؟ ايه السبب؟ because. السبب اهو هيجي، because لان I needed a book، انا كنت محتاج كتاب. I needed a book. I went to the library because I needed a book. يبقى because يا بطل بتيجي بين جملتين بعدها السبب، and بتربط جملتين متشابهتين او اشياء مختلفة في قائمة، but بتيجي بين جملتين متناقضتين، so بتيجي بين جملتين وبتبين لي النتيجة بعدها النتيجة. because بتيجي بين جملتين وبتبين لي السبب او بعدها السبب. دلوقتي بقى نبص على الليسن 6، الكلمات والنص بتاعه. بيقول لك هنا تعالى، احنا طبعا هناخد اللينكينج ووردز. خلاص احنا خدنا اللينكينج ووردز. رياضات يعني سبورتس، سبورتس، سبورتس. التناقض كونتراست، بات اللي احنا خدناها كانت بتعبر عن الكونتراست، عن التناقض. حمام سباحه بول، ممكن اقول سويمنج بول، بول، بول. اللحم الضاني لام، البي ما تنطقهاش، لام لام. فاكهة الرمان اسمها بوميجرانيت. احفظ يا بطل وقول معايا بوميجرانيت. بدني او جسدي فيزيكال، حاجة بعملها بجسمي، فيزيكال فيزيكال. متعب tired. يتمرن يعني do exercise. بعد كده سبب reason. مين اللي كانت بتبين السبب؟ because، لأن هي اللي بتبين السبب. عندك بعد كده نتيجة result، مين اللي بتبين النتيجة؟ so بتبين النتيجة، لذلك بيجي بعدها النتيجة. مركز رياضي sports center. نظام غذائي صحي healthy diet. شائع أو مشهور يعني popular. إيجابي يعني positive. وسلبي negative. بطبيعة الحال naturally. تعال نقرأ النص. بص يا سيدي، بيقول لي سليم is a healthy boy. تمام، شايف الصورة؟
واضح جدا ان سليم ولد صحي. He loves sports. طبيعي طالما ولد صحي he loves sports. He plays tennis, football and اول رابط عندي and basketball. بيلعب تنس وكرة قدم وكرة سلة and بتربط. He eats healthy food. بياكل طعام صحي like fruit, vegetables, خلي بالك and rice. He doesn't eat a lot of chocolate. هو ما بياكلش شوكولاته كتير. خلي بالك اللي جايه because لأن هتبين لي السبب. ايه السبب انه ما بياكلش شوكولاته كتير؟ because ما فيش قبلها كما. because he knows that this food isn't very healthy. In the evening في المساء he wants to relax. بيحب انه يسترخي. So لذلك النتيجة بقى he reads a book. يجيب كتاب ويقراه. So لذلك he reads a book. طيب I do a lot of exercise. انا بأؤدي تمارين كتير. Because لأن ايه السبب اللي بيخليك تأدي تمارين كتير؟ It's good for me. مين اللي بيتكلم؟ سي سليم. Your heart is very important. قلبك حاجة مهمة. النتيجة لذلك you have to keep it healthy. لازم تخليه صحي. سليم is right. سليم معاه حق. It's important to do exercise. He has a healthy family too. مش سليم بس اللي صحي، عنده عائلة صحية أيضا. يعني مثلا his sister أميرة، أخته أميرة plays tennis، بتلعب تنس. And his sister Dina وأخته دينا plays football. His mom ومامته walks to work، بتمشي للعمل. And his dad وباباه rides his bike، بيركب العجلة. العيلة كلها healthy. But ولكن في تناقض. ولكن they don't play sports، ما بيلعبوش رياضة. هو كل واحد يعني بيعمل حاجة بس ما بيلعبوش رياضة. His sisters like to listen to music to relax. أخته بتحب تستمع إلى الموسيقى to relax علشان تسترخي. It's important for our hearts to relax too. ومهم جدا. It's important يا بابا يعني مهم for our hearts لقلوبنا to relax أن هي تسترخي too أيضا. طبعا ده الدرس اللي كنا شرحناه على البورد. عندنا بعد كده lesson 7، الدرس السابع اللي هو آخر درس في اليونت، وده برضو في ستوري جميلة بس برضو في قاعدة في جرامر. يعني احنا هننتقل للبورد، تمام؟ هنشرح الجرامر بعد كده هنرجع هنا نقرأ ستوري اللي هي waiting for the rain، انتظار المطر. بس الأول تعال ننتقل للبورد ونقول حاجة سهلة جدا. يلا بينا. بص يا بطل، احنا هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها شلة المصدر. شلة المصدر ليه؟ كل اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي بيجي بعدهم فعل في المصدر، سواء will، want، can، can't، must، mustn't، وكمان might. كل الشلة دي هيجي بعدها فعل في المصدر. فركز ركز ركز كده معايا. تعال نتكلم على حاجة حاجة منهم. تعال الأول نتكلم على will want. هيجي بعدهم ايه؟ مصدر طبعا. will يعني will. will يعني سوف. طيب want، بص بص بص، اصلا will not اللي انا هنفي بقى. will سوف، ها يحصل. will not مش ها يحصل. بس will not احنا بنختصرها عشان تكون اسهل كده، فاحنا بنقولها want. تمام. want بقى نفي will. will سوف لكن want لن. سوف يلعب لن يلعب، سوف يذهب لن يذهب، سوف يأكل لن يأكل. والاثنين هيجي بعدهم INF. ايه INF ده؟ اللي هو infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني مصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني فعل بدون اضافات. خلاص؟ يعني مثلا هقولك I، بص 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 وركز، I will go. ايه اللي جه بعد will؟ مصدر. I will go to Alex. انا هروح اسكندرية next summer، الصيف الجاي. I will go to Alex next summer. انا هروح اسكندرية ان شاء الله الصيف الجاي. المهم ان انت جه بعد will مصدر. السطر next summer ما بنتش. المهم عندي ان will بعدها مصدر. طيب افرض هنفي، يعني هقول I want او he want او she want، هجيب مصدر بدون اضافات.
يعني مثلا غلط قوي لو انت قلت هي وانت، غلط لو قلت جوينج. ليه غلط؟ ازاي بس ويل وانت بعدهم مصدر؟ جوينج ايه بس؟ هي وانت جو مصدر بدون اضافات. هي وانت جو، هو لن يذهب تو اسوان. هي وانت جو تو اسوان ان سبرينج، هو لن يذهب الى اسوان في الربيع. يبقى اول حاجه نتفق عليه ويل وانت بعدهم مصدر، ماشي تمام. كان يستطيع وكانت لا يستطيع بعدهم مصدر، كلهم شلة المصدر. تقول مثلا I can، ما تقوليش played، ما تقوليش plays، ما تقوليش playing بدون إضافات. I can play tennis، أنا أقدر ألعب تنس. I can play tennis، تمام، بتعبر عن القدرة، بتعبر عن حاجة اسمها ability. اما كانت بتعبر عن عدم القدره، لا استطيع، حاجه اسمها inability. لما اقول لك مثلا she can't run fast، هي لا تستطيع ان تجري بسرعه، عدم قدره. المهم بعد كان play فعل في المصدر، بعد كانت run فعل في المصدر، يبقى كانوا كانت برضو بيجي بعدهم فعل في المصدر. حتى لو بدات بكان، نقول لك مثلا Can you swim؟ هل تستطيع أن تعوم؟ شفت swim فعل في المصدر. Can you swim؟ Can rabbits، rabbits اللي هم الأرانب. Can rabbits fly؟ طبعا لا طبعا. Can rabbits fly؟ هل تستطيع الأرانب أن تطير؟ برضو لا. المهم يجي فعل في المصدر طالما كان وكانت موجودين في الجملة، will وانت موجودين في الجملة يجي مصدر. مين كمان؟ must، يجب أن، يا لازم. ومصنت، ممنوع، هيجي بعدهم مصدر. يجب ولا يجب، لازم وممنوع، must ومصنت. لما أقول لك مثلا you must، أنت لازم، أنت يجب، look، جبت إيه؟ جبت مصدر. You must look right، لازم تبص يمين and left ويسار. Before، قبل. You، قبل ما انت. Cross، تعبر. The road، الطريق. جبت ايه بعد must؟ جبت فعل في المصدر. طيب mustn't، ممنوع. You mustn't، انت لا يجب، ممنوع، خلي بالك، sleep فعل في المصدر. You mustn't sleep in the class، ممنوع تعوم في ممنوع تنام في الفصل. You mustn't sleep in the class. شفت جبت بعد must و mustn't فعل في المصدر. يبقى نفتكر بعد will و want و can و can't و must و mustn't اجيب فعل في المصدر بدون اضافات، وكذلك بعد might. M-I-G-H-T، جي اتش ما انطقهاش. might، might معناها ربما، مش متأكد، ربما، هيجي بعدها مصدر. احنا اتفقنا I-N-F يعني مصدر. might، ربما. some rabbits، بعض الأرانب. might، ربما، يجي بعدها مصدر be مصدر، لكن M و S و R مش مصدر. might be dead، ربما تكون ميتة. لما تقول might يعني you're not sure، انت مش متأكد. might، I might go to school tomorrow، أنا ربما أروح المدرسة بكرة، يعني I'm not sure، والله ممكن أو ممكن لا. I might go to school tomorrow. might، ربما، يجي بعدها infinitive فعل في المصدر. يبقى شلة المصدر will want can can't must mustn't و might. ده كان جزء الجرامر الخفيف والصغير. وتعالى أخيرا، أنت تعبت معايا النهاردة رايحين جايين، تعالى بقى ننتقل للشاشة ونقرا الستوري بتاعتنا وكلمات الستوري ونكون خلصنا يونت 1. يلا بينا يا بطل. Lesson 7، الدرس السابع اللي هو ستوري Waiting for the rain، انتظار المطر. طيب تعالى ناخد الكلمات يا بطل. الشبل اللي هو مثلا الاسد الصغير اسمه كب 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 كب، خلي بالك البي بي فور بوك. غريب strange، حاجة غريبة strange strange strange. العشب أو الحشائش grass grass grass. والجوع اسمه hunger hunger hunger، ولو أنت ضفت y هتبقى h u n.
لو انت شلت الاي وضفت واي اتش يو ان جي ار واي اللي هو هانجري جعان. طيب عندنا كلمات تانية زي ايه؟ يلا نشوف كده زي ايه يا بطل. الشعور او الاحساس feeling feeling feeling. التلوث pollution pollution pollution. ممكن possible possible possible. بدون without without without. بسعادة happily. طيب happy من غير الاي من غير ال تمام h a p p y من غير الاي من غير ال happy سعيد. طيب بالاي وبالال happily happily بسعادة. he speaks happily. ميت did did زي المثال اللي سايله اللي هو some rabbits might be dead. دافئ warm warm warm. مستحيل impossible impossible. عارف كلمة possible ضف لها ام تبقى impossible مستحيل. تعال للأفعال الأفعال المنتظمة الأول. بص 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 معايا كده. يمكث أو يبقى stay وماضيها stayed stay stayed. يضحك laugh ماضيها laughed laugh laughed. يموت die وماضيها died die died. يتخيل imagine وماضيها imagined imagine imagined. الأفعال الريجولر بقى يستلقي lie in lie in يمدد كده lie in وماضيها lay in lie in lay in. يصطاد catch catch fish مثلا وماضيها coat catch coat. يستيقظ wake up وماضيها walk up wake up walk up wake up walk up. يسقط fall ماضيها fell fall fell fall fell. عندنا expression زي يعود come back come back. يهرب run away. هيا بنا let's يجي بعدها ال INF قلنا مصدر let's go. هيا بنا نذهب let's run. يبدو قلقا look worried look worried. بعد اسبوعين يعني two weeks later two weeks later. على الارض on the ground on the ground. يستمتع have fun have fun have fun. يلا نقرا ستوري اللي هي waiting for the rain انتظار المطر ونشوف the beginning بداية القصة. بيقول لي it was another long hot day in the grassland. جه كمان يوم طويل وحر في الأراضي العشبية. Cub was with his mother. كان في شبل مع مامته. And he lay in the sunshine. Okay. وكان ممدد فيه او مستلقي فيه اشعه الشمس. But his mother looked worried. بس مامته كان شكلها كده worried الان. فماما قالت I hope it rains soon. اتمنى ان هي تمطر قريب. She said. فالكب يسال why do you want it to rain. انت ليه عايزها تمطر؟ Ask it cup. قالت it's lovely and warm. We can play in the sunshine. الولد بيقول لها it's lovely and warm. يا ماما عايزاها تمطر ليه بس ده الجو جميل ودافي. We can play. احنا ممكن نلعب in the sunshine. انت ليه عاوزه المطر؟ فماما قالت له if it doesn't rain. لو هي ما مطرتش the grass won't. شفت won't هيجي مصدر وانا مغمض. The grass won't grow. العشب لن ينمو. لو ما فيش مطر العشب مش هينمو. Then we will be hungry. يبقى هنجوع. will بعدها مصدر. طبعا she answered. فالولد ضحك. ايه يا ماما هو العشب لما مش ينمو احنا هنجوع. واحنا اسود يا ماما احنا ما بناكلش العشب. Cub started to laugh. بدأ يضحك. What do you mean? انت تقصدي ايه يا ماما? We eat meat. احنا بناكل لحم. Not grass. مش العشب. He ran away to play with his brothers and sisters. وساب ماما وجري to play علشان يلعب with his brothers and sisters. But his mother looked at the sky. بس مامته نظرت للسماء and worried. والآن طيب the middle منتصف القصة. Two weeks later بعد أسبوعين it was still hot. لسه برضو الجو حر. And the ground was hard. والأرض أصبحت صلبة. There was no rain. ما
مفيش مطر and the plants were brown والنباتات بقى لونها بني. Now Cub had a strange feeling in his stomach. فالأسد جاله شعور غريب في معدته. إيه الشعور ده؟ Hunger. الجوع. فراح يقول لمامي Can we catch a rabbit to eat؟ طبعا can مصدر. Can we catch؟ catch مصدر. Can we catch a rabbit to eat؟ ممكن نصطاد أرنب علشان ناكله وأنا جوعت. He asked his mother. فماما قالت له I can't find. شفت كانت وراها مصدر. I can't find any rabbits. أنا مش لاقية أي أرانب. She said sadly بحزن. Some rabbits have gone to other places. الأرانب راحت مكان آخر أو أماكن أخرى. Some rabbits وبعض الأرانب might اللي هي ربما بعدها مصدر might be dead. ممكن تكون ماتت فعلا. فالشبل الصغير بيقول لها why ليه ماما بتقولي كده أو ليه الأرانب عملوا كده. فماما قالت له because there isn't any rain علشان مفيش مطر. Without rain بدون المطر the grass can't grow زي ما قلت لك العشب لن ينمو. If the grass doesn't grow ولو العشب لا ينمو the rabbits don't have any food الأرانب مش هيكون عندها أكل. Then we don't have any food answered Cub. فالكب فهم دلوقتي وقال لها يبقى كمان احنا مش هيبقى عندنا طعام. Now he understood هو فهم خلاص. What can we do ماذا نستطيع أن نفعل؟ We must wait for rain. Must بعدها مصدر. إحنا لازم ننتظر المطر. If it doesn't rain لو هي ما مطرتش we must have or we must move to a different place. إحنا لازم ننتقل لمكان آخر. So let's go. We can't stay here. إحنا لا يمكن لا نستطيع أن نبقى هنا. Without food said Cub. الشبل بيقول لماما Who was very worried now. ماما اللي قلقانة جدا دلوقتي. طيب the end نهاية story. His mother smelled the air. مامته شمت كده الهواء. She saw a thin gray cloud. وشافت سحابة رمادي كده زي غيمة كده. Start to move through the blue sky. بدأت تتحرك في السماء الزرق. فماما قالت له طيب استنى كده مش هنمشي نستنى كمان يوم. Let's wait one more day she said. يلا نستنى يوم كمان. Cub went to bed hungry. الشبل راح ينام hungry. But in the morning في الصباح he woke up to hear rain. صحي على صوت المطر falling on the ground وهو بيقع على الأرض. He ran outside جري للخارج with his brothers and sisters. And they played ولعبوا in the cool water في المياه الباردة. Mother lion smiled ابتسمت. Do you like the rain now Cub? خلاص حبيت المطر دلوقتي she asked. قال لها yes I do. Now the grass will grow العشب حينمو. The rabbits will come back والأرانب هترجع. And we won't be hungry anymore واحنا مش هنكون جعانين تاني said Cub happily. قال الكلام ده بسعادة طبعا جزء جرامر احنا شرحناه على البورد وخلاويس خلصنا يا بطل يونت 1 Thank you for watching شكرا للمشاهدة وهتوحشني كتير جدا لغاية السيشن الجاي ان شاء الله بكل أسف أقول لك احنا خلاص دلوقتي خلصنا نلتقي ان شاء الله في يونت 2 وسلام Goodbye